افتتحت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بحضور الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وشركة إدامة بعد استكمال كافة الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الجديد. اهتمام كبير بالخدمات الصحية يبرز من خلال الخطط التطويرية التي انتهجها هذا القطاع، وأحدثها إنشاء مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق لتحقيق رضا وراحة كافة المرضى والمترددين على مجمع السلمانية الطبي، بهدف توفير الدعم للخدمات الطبية الحيوية التي يقدمها المجمع لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. احنا لما اطلعنا على هذا المواقف والتطور اللي فيه والامور المستحدثه اللي قاموا بها شركه ادامه مقارنه طبعا بمواقف اخرى، فخبرتهم بالمواقف الثانيه طوروا من هذا الموقف، وان شاء الله يعني يحقق ما نصبوا اليه، وخاصه برضا مرتادين مستشفى السلمانيه، ويكون الدخول الى المستشفى بشكل مريح. وأهم شيء ما لاحظنا أيضاً أن هناك مواقف مخصصة لذوي العزيمة والهمم، هذا أيضاً المواقف راح تساعدهم، ونتطلع إلى أن يكون حقق ما يصبون إليه إن شاء الله. مواقف السيارات من أهم المرافق اللي تواجد في أي منطقة خدمية، فنأمل أن هذا الموقف بيخدم عدد كبير من زوار المجمع السلماني الطبي البالغ عددهم تقريبا أكثر من 8000 زائر في اليوم، يعني في مواقف مريحة ومظللة. تعاون مثمر ودقة انتهت بتسليم المشروع في الوقت المحدد وبالسرعة اللازمة، ما يعكس نجاح الخطط والرؤى الحكومية في تحقيق سهولة الوصول للخدمات الصحية. هذا المجمع يعد أو يؤكد على سياسة شركة إدامة الاستراتيجي للاستمرار في تطوير المساحات العامة في مملكة البحرين، ونتطلع للمزيد إن شاء الله. المشروع طبعا الطاقة الاستيعابية له 600 سيارة، في منها 25 سيارة لذوي العزم، والمبنى مصمم أنه يكون صديق لذوي العزيمة 100% من ناحية المداخل والمخارج، المصاعد ومواقف السيارات اللي موجودة. طبعا في نظامين، نظام مواقف السيارات الذكي مع 3 نقاط للدفع الآلي، وعندنا نظام التوجيه يبين عدد السيارات المتواجدة في كل طابق. علامة فارقة يشكلها هذا المشروع الجديد من خلال نوعية وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجمع الذي يتميز بخدماته الطبية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. موقف متعدد الأدوار في مجمع السلمانية الطبي يأتي ضمن المشاريع الحديثة التي تخدم القطاع الصحي، وتهدف إلى تسهيل وصول الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.